تبعوا معنا الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. الشمس غربات تغرب والوطائر المدنيه ما زالت عمليه البحث على ضحايا انهيار ورش البناء. كيف لا تتبعوا مشاهدينا مازال بدون الساعة على رجال الوقاية المدنية والمرفقات عملية البحث على الضحايا الجثمان ضحايا انهيار ورش للبناء على مصنع في الشغل ساعات متأخرة من الليل. كيف ما كتبوا معنا مشاهدي شوف تبعي في هذا اللحظات ننسوش بكاء عويل عائلات الضحايا وتوما يبقوا فيهم أسر ديالهم. مشاهدي شوف تبعي الاستعانة جرافة أخرى عملية البحث يحتيح الحجر يقدر يعيق الجرافة الأولى اللي كيف تشوفها على جشاميل الضحايا. كيف ما كتبعو مشاهدي شوف تبعي في هذه اللحظات مازالت عملية البحث متواصلة باقتراب غروب الشمس عارفين ان هذا ساعات طويلة للوقاية المدنية في الشرق هذا المكان هذا ضحايا انهيار ورش البناء يكون تقريبا على حساب الشهود عيان في سبعة تقريبا ديال الضحايا اللي لقاو خمسة ديال الجشاميل مازال عملية البحث متواصلة بشكل ديال هدوش ديال الجشاميل مازال عالقة تحت العلقات. كتبع الاستعانة جرافة اللحظات باش تسيح جر اسلاك حديدية اللي تقدر انها تعيق الجرافة الاولى اللي كتبحث هذا المكان. من البارح المستمر الى اليوم ثلاث ساعات يعني مع اقتراب غروب الشمس وحيد من غبرك وبعد في الزهر وحيد من غبرك وبعد من الحجر عليا وخلاص الله يرحمهم الله يرزق عائلاتهم ويدوي الصبر والصبر